بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يطيب لنا في هذا المجلس المبارك إن شاء الله أن نتذاكر في علم وفي فن مهم من فنون السنة المطهرة، وهذا الفن هو المعروف باسم تخريج الحديث. وهذا الفن هو عبارة عن مقدمة وتمهيد لمعرفة درجة الحديث، لأن الغاية من دراسة فنون السنة المتعلقة بالإسناد والأساس هو معرفة درجة الحديث ومعرفة الحكم على الحديث. لكن لا يتوصل الطالب والباحث إلى معرفة الدرجة ومعرفة الحكم حتى يسبق ذلك جملة من العلوم لا بد أن يكون على دراية بها. من هذه العلوم التي لا بد أن يكون على دراية بها علم التخريج كما سيأتي بيانه. وقبل أن نشرع في الكلام على مجمل طرق تخريج الحديث، وأشير إلى أن الكلام هنا سيكون في هذه المجال سيكون مجملاً، لأن هذا العلم الذي نأخذه في هذه الساعات، في الساعتين أو ثلاث ساعات، يدرس في الدراسة النظامية في فصلين، يعني في سنة كاملة. ولذلك ما سنأخذه في هذه المجالس سيكون عبارة عن معالم عامة وأشياء عامة، ولن ندخل في التفاصيل لأجل أن الوقت لا يسع لذلك. سنقدم مقدمة ينبغي لقاصد هذا الفن وهذا العلم أن يكون على دراية بها. هذه المقدمة عبارة عن مباحث سبعة. المبحث الأول كما هو معكم في الأوراق في تعريف التخريج وشرح التعريف. تعريف التخريج هو عزو الحديث إلى مصادره الأصلية، هو عزو الحديث إلى مصادره الأصلية. وبعض أهل الاختصاص من أهل هذا الفن من المعاصرين يزيد في التعريف فيقول هو عزو الحديث إلى مصادره الأصلية مع بيان درجته عند الحاجة إليه، عند الحاجة. وسيأتي الكلام على هذه الإضافة ومدى صحة دخولها في التعريف من عدمه. قولهم في التعريف عزو الحديث أي بيان مكان وجود الحديث والدلالة عليه بذكر مصدره الذي ورد فيه. فالمقصود بعزو الحديث بيان مكان وجود الحديث، بيان مكان وجود الحديث من كتب السنة، من كتب السنة المطهرة. كأن تقول أخرجه أبو داود أو رواه أبو داود في السنن ونحو ذلك، ولا تقل ذكره ولا تقل أورده، لأن أهل الاصطلاح الذين تكلموا في هذا الفن وصنفوا في هذا الفن كالحافظ العراقي والحافظ ابن حجر يستعملون أخرجه ورواه في التخريج من المصادر الأصلية. والمقصود سيأتي بيان المصادر الأصلية، وسيأتي بيان متى يستعملون الألفاظ الأخرى. والمراد بالحديث هنا يا إخوان نقصد بالحديث الحديث بمعناه العام. فالحديث له إطلاقان. الإطلاق الأول معروف وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والإطلاق الثاني للحديث يشمل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابي وإلى التابع، يسمى حديث. ولذلك جاء عن الإمام أحمد أنه كان يحفظ 1000 حديث، يعني 1,000,000 حديث. ولو جمعت السنة كلها ضعيفها وصحيحها لم تبلغ نصف هذا العدد، بل أقل من ذلك. وتوجيه هذه العبارة أن الإمام أحمد كان يحفظ إيش؟ يحفظ الأحاديث المرفوعة والآثار الواردة عن الصحابة، وكذا الآثار الواردة عن التابعين. وكذلك أيضا هم يسمون الحديث إذا جاء من عدة طرق يسمونه، يطلقون عليه عدة أحاديث. المقصود أن التخريج ليس مقصورا على الحديث المرفوع، بل
تخرج الأحاديث المرفوعة، وكذلك الآثار والآثار الواردة عن الصحابة وعن التابعين. المصادر الأصلية، المقصود بالمصادر الأصلية كتب الأصول المسندة، كتب الأصول المسندة، ولم نقل كتب السنة المسندة. لماذا؟ لأنه يوجد جملة من كتب الشريعة في الفنون المتفرقة، كمثلا كاللغة مثلا، يوجد جملة من الكتب مسندة يروي أصحابها الأحاديث بالإسناد، مثل تهذيب اللغة للأزهري يروي الأحاديث في كتابه تهذيب اللغة بالإسناد، وغيره مثلا من كتب التفسير وكتب العقيدة المسندة. فلذلك نقول كتب المصادر الأصلية هي الأصول المسندة. فكلمة أصلية تعني في هذا الفن، في اصطلاح هذا الفن، تعني المسندة التي تروى فيها الأحاديث بالإسناد، كصحيح البخاري، مسلم، وبقية الكتب الستة. يخرج عن ذلك مثل التخريج من رياض الصالحين، أو من مثلا المنتقى للمجد بن تيمية، فهذه كتب تسمى في هذا الفن وفي هذا في هذه النقطة تسمى كتب فرعية، لأن الأحاديث فيها تروى بغير إسناد، فلا يخرج منها إلا عند التعذر في التخريج من المصدر الأصلي، كأن تجد حديثا مثلا في المنتقى للمجد بن تيمية مثلا، وهذا الحديث قد يكون ساقطا من إحدى النسخ المطبوعة، عزاه مثلا لسنن أبي داود ولم تجده مثلا في سنن أبي داود، فهنا تخرج من المصدر الفرعي. لكن الأصل في التخريج أن يكون من المصادر الأصلية. ماذا نعني بالمصادر الأصلية؟ التي تروى فيها الأحاديث بالإسناد، هذا هو التخريج إخوان، هذا هو التخريج، عزو الحديث إلى مصادره الأصلية. سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن القيد الذي أضافه بعض المعاصرين في أنه لا بد من ذكر درجة الحديث في التخريج. معاني التخريج، التخريج يا إخوان، ونقصد هنا بالمعاني نقتصر على المعاني عند المحدثين. التخريج له معاني عديدة، أشهر هذه المعاني أو أبرز هذه المعاني عند المحدثين التخريج بمعنى انتخاب الأحاديث وروايتها مسندة في مصنف جامع. فمثلا حتى تتضح المسألة هذه بصورة أيسر، الإمام البخاري جلس في الرحلة في طلب الحديث جلس سنين عديدة، جمع البخاري في رحلة هذه جمع عشرات الآلاف من الأحاديث، لكن هذه الأحاديث التي جمعها البخاري من المشايخ في البلدان فيها الصحيح والضعيف، فيها الخطأ المعلول وغير ذلك. البخاري عندما يريد أن يصنف صحيحه أو يصنف الأدب المفرد يأتي إلى أصوله التي جمع فيها الأحاديث متفرقة في الرحلة، فيختار منها أحاديث ويخرجها في صحيحة. هذا يسمى تخريج، أي رواية الحديث، انتخاب الحديث من الأصول الأولى التي تلقاها المحدثون في أثناء الرحلة، وأن يودعوها في ماذا؟ في الكتب المصنفة الجامعة كصحيح البخاري وكالأدب المفرد. فالمعنى الأول هو انتخاب الأحاديث وتخريجها أو روايتها مسندة في مصنف جامع، وهذا المعنى جاء عن الأئمة المتقدمين، كما ورد عن الإمام البخاري أنه جلس في تخريج كتابه الجامع، يعني ذكر وراقه أنه جلس ليلة وأتعب نفسه في التخريج في ماذا؟ في الانتخاب والانتقاء لأجل كتابه الجامع. هذا هو المعنى الأول من التخريج، أن يختار المحدث من أصوله التي سمعها في الرحلة أحاديث ويودعها في كتاب مرتب مصنف، يسمى هذا تخريج، هذا في عرف المتقدمين. ثم ظهر معنى
آخر للتخريج، وهو التخريج بمعنى عزو الأحاديث إلى مصادرها الأصلية. واشتهر هذا المعنى عند المحدثين بعد زمن الرواية، وهو المراد بلفظ التخريج غالباً لدى المتأخرين والمعاصرين، وهو المقصود بالدراسة، وهو الذي نتكلم عنه الآن. التخريج بمعنى الدلالة على مكان وجود الحديث في كتب السنة. ومنه على هذا المعنى شواهد عديدة. من شواهده على هذا المعنى ما ذكره الحافظ بن حجر في مقدمة التلخيص الحبير، قال: قد وقفت على تخريج أحاديث شرح الوجيز للرافعي لجماعة من المتأخرين. قال السيوطي في مقدمة الجامع الصغير: وقد بالغت في تحرير التخريج. قال المناوي في شرح هذه العبارة: أي اجتهد في تهذيب عزو الأحاديث إلى مخرجيها من أئمة الحديث في الجوامع من الجوامع والسنن، وغير ذلك من الشواهد التي تدل على أنه ظهر معنى آخر للتخريج، وهو المعنى الذي نتحدث عنه، وهو الدلالة على مكان وجود الحديث في الكتب المسندة. بعض المعاصرين يرى أن التخريج بهذه الطريقة ينبغي أن يسمى استخراج ولا يسمى تخريج. يقول: لأن التخريج هو في الحقيقة هو التخريج المعروف عند المتقدمين، أما هذا خطأ أن نسميه إيش؟ تخريج، بل نسميه استخراج. وكلامه ليس بصواب. والدليل على أنه ليس بصواب أن الحفاظ أهل هذا الفن والمعتنون بهذا الفن كالحافظ بن حجر والعراقي والزيلعي استخدموا هذه العبارة، وهم أعلم وهم أصحاب هذا الشأن وأصحاب هذا الفن، استخدموا هذه العبارة كما تقدم وكما ذكرت لكم، وقالوا التخريج تخريج الأحاديث. فلا بأس أن نقول تخريج ولا نقول استخراج، وإن كان الخلف في هذه المسألة يسير وسهل، لكن ما تعرض له بعض المعاصرين من أن إطلاق هذا اللفظ خطأ ليس بصواب، لأن أهل الفن كما قلت لكم استعملوه واستقروا عليه، بل لم يذكروا هذا الذي ذكره وأنه استخراج، إنما ذكروا عبارتهم وهو تخريج الحديث. قلت لكم يا إخوان أن التخريج بهذا المعنى الثاني هو المقصود بالدراسة، وهو الذي ظهر فيه التصنيف في هذا العصر، وهو الذي لأجله اجتمعنا. أما التخريج الأول فهذا انقطع منذ مئات السنين، انقطع يعني من زمن الرواية وبعد زمن الرواية، يعني يوجد لكنه على قلة. من خلال الجدول الذي أمامنا الآن نوضح زيادة لأشهر معاني التخريج عند المحدثين. قلنا التخريج بمعنى انتخاب الأحاديث وروايتها مسندة في مصنف جامع، وهذا هو المشهور عند من؟ مثاله صحيح البخاري. التخريج بمعنى عزو الأحاديث إلى مصادرها الأصلية، وهذا المشهور في اصطلاح المتأخرين، وهو المقصود بالدراسة هنا. ومن أمثلته التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر. ثالثا، بداية ظهور التخريج بمعنى عزو الأحاديث. ظهر التخريج بمعنى عزو الأحاديث والدلالة على مصدر الحديث بصورة واضحة في زمن متقدم، تقريبا في القرن الرابع، يعني ظهر بصورة واضحة في القرن الرابع وما بعده. كان التخريج في ذلك الوقت ضمن المؤلفات الحديثية، يعني لم يفرد بمؤلفات مستقلة كما فعل مثلا ابن حجر والزيلعي عندما أفرد تخريج الأحاديث في مصنف مفرد. لا، الذين اعتنوا بالتخريج ممن تقدم كانوا يخرجون ضمن الكتب المؤلفة في السنة. الحافظ البيهقي لعله أبرز من اعتنى بالتخريج في من تقدم، وقد ظهر ذلك في كثير من مؤلفاته، ومن أبرزها السنن الكبرى. لو تقرأ في السنن الكبرى البيهقي تجد البيهقي كثيرا ما يخرج الحديث، فيقول بعد ذكره للحديث مع أنه يرويه مسندا، فتجده بعد أن يخرج الحديث يقول: أخرجه أبو داود في سننه،
من رواية كذا، ويقول رواه البخاري في صحيحه ورواه مسلم في صحيحه من رواية كذا، مع أن البيهقي يروي الحديث بالإسناد. لكن نقول أن البيهقي ماذا عمل في كتابه السنن؟ صنع شيئا، ماذا؟ ها؟ جمع إيش؟ جمع بين الطريقتين. البيهقي في كتابه السنن في كتبه الأخرى جمع بين الطريقتين، فهو في الحقيقة خرج بمعنى انتخب سننه وأودع فيه هذه الأحاديث المسندة، وأضاف إلى ذلك البيهقي أنه خرج الحديث على المعنى الذي اشتهر عند المتأخرين، فبعد أن يورد الحديث مسندا يقول أخرجه أبو داود في السنن، وأخرجه مثلا البخاري ومسلم، ويعتني بذلك في السنن الكبرى وفي غيرهم من كتبه في الحديث. ظهر التخريج في مؤلفات مستقلة في القرن الثامن وما بعده تقريبا، ظهر التخريج يعني في القرن الثامن، وقد وجدت مؤلفات قبل القرن الثامن لكنها قليلة، لكن بصورة واضحة في القرن الثامن وما بعده. وممن برز في التخريج في تأليف كتب مستقلة في تخريج الأحاديث الحافظ الزيلعي المتوفى سنة 762، وابن الملقن المتوفى سنة 804، والحافظ العراقي المتوفى سنة 806، ثم جاء بعدهم الحافظ بن حجر، ومؤلفاته في التخريج كثيرة وشهيرة، من أشهرها كتاب التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير. المقصود أن ظهور التخريج بالمعنى الذي نتحدث عنه في مؤلفات مستقلة تقريبا ظهر بصورة واضحة في القرن الثامن وما بعده، وإن كان وجد مؤلفات قبل ذلك، لكن هذه المؤلفات كما قلت لكم قليلة لا تقارن بكثرة المؤلفات في هذا القرن. ظهر التأليف في التخريج كعلم، علم التخريج في العصر الحاضر، وأول من صنف فيه أحمد بن الصديق الغماري المتوفى سنة 1380، ثم تتابع المعاصرون على التصنيف في التخريج وكثرة المصنفات في التخريج كعلم. هذا التخريج كعلم، وما تقدم يا أخوان، وما تقدم التخريج كإيش؟ كممارسة وتطبيق، لكن كأن يعني كعلم كما نأخذه الآن، هذا علم التخريج، لكن التطبيق ظهر في وقت متقدم. شأن التخريج في ذلك يا إخوان شأن العديد من فنون السنة التي لم تبرز كعلم إلا في هذا العصر الحاضر، بعد أن كان غالب مادة هذه مفرقة في مؤلفات السابقين، ثم جمعت وأفردت في مؤلفات كعلم مثل مناهج المحدثين ومثل تاريخ السنة. هذه لمحة يسيرة عن تاريخ التخريج والتأليف في التخريج. نأتي للأمر الرابع، وهو أمر مهم جدا أرى أن الحاجة ماسة إليه، وهو العلاقة بين التخريج ومصطلح الحديث ودراسة الأسانيد، وهل يلزم من التخريج بيان درجة الحديث؟ هل يلزم من التخريج بيان درجة الحديث؟ التخريج عرفناه فيما مضى بأنه عزو الأحاديث إلى مصادرها الأصلية، ونقصد بالأصلية المسندة التي تروى فيها الأحاديث بالإسناد. مصطلح الحديث معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. دراسة الإسناد التحقق من توفر شروط الحديث الصحيح، تضاف كلمة الصحيح، شروط الحديث الصحيح الخمسة. التحقق من توفر شروط الحديث الصحيح الخمسة. هذه ثلاثة فنون مستقلة، يعني كل فن منها قائم بنفسه، قائم بذاته، وإن كان بينها روابط وثيقة. هذه الفنون الثلاثة منها ما هو غاية ومنها ما هو وسيلة، فالعلم الأساس والغاية من هذه العلوم هو دراسة الإسناد، هو دراسة الإسناد. علم التخريج أو فن التخريج وفن مصطلح الحديث
وسيلة إلى علم دراسة الأسانيد، فلا يستطيع الباحث الوقوف على دراسة إسناد الحديث والوقوف كذلك على درجته إلا بعد الإلمام بالتخريج والمصطلح، ولذلك ينبغي له أن يقدم معرفتهما على دراسة الإسناد. مصطلح الحديث يمثل الجانب النظري لمعرفة درجة الحديث، ودراسة الإسناد تمثل الجانب العملي التطبيقي لمعرفة درجة الحديث. هل يلزم من التخريج بيان درجة الحديث؟ أجيبوا يا إخوان قبل أن تطالعوا الذي أمامكم. هل يلزم؟ لو قلت لك، وجهت لك سؤالا، قلت لك خرج لي هذا الحديث، أريدك أن تجيب حديث الحرب خدعة، قلت لك خرج لي هذا الحديث، هل يلزم أن تذكر درجة الحديث أو لا؟ الدليل، الدليل لا. لماذا لا يلزم أن تذكر درجة الحديث في تخريج الحديث؟ لا لا لا، ليس هذا، ليس. طيب، هل معرفة درجة الحديث هي الغاية الوحيدة من التخريج، أو يوجد غايات أخرى ويوجد فوائد أخرى كما سيأتي معنا؟ يوجد يا إخوان، يوجد غايات أخرى وفوائد أخرى. سؤال بطريقة أخرى، الذي اطلع على التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر وبعض كتب العراقي في التخريج، هل ابن حجر في التلخيص الحبير في تخريجه للأحاديث ينص في كل حديث على درجته؟ هل ينص على درجته مع أنها وقف عليها ومع أنه يعرفها؟ لا، كثير من الأحاديث في التلخيص الحبير ومثلاً في الأحاديث التي يخرجه العراقي لا يذكر درجة الحديث. الذي أريد أن أصل إليه أن درجة الحديث ليست جزء من التخريج أو من ماهية التخريج، لكن درجة الحديث ثمرة من ثمار التخريج، بل أجل ثمار التخريج وأجل فوائد التخريج هو معرفة درجة الحديث. لكن معرفة الدرجة التي تسمى في هذا العصر بدراسة الإسناد والتخريج علمان مستقلان منفصلان، هذا ينبغي أن يكون حاضراً عندكم يا إخوان، لأن بعض الطلبة وبعض الباحثين قد يخلط بينهما، فإذا قيل له خرج الحديث أو أذكر تخريج الحديث ينصرف ذهنه إلى ماذا؟ إلى الحكم. أنا عندما أطلب منك التخريج أنا أطلب منك مكان وجود الحديث من كتب السنة فقط، ما قلت لك لو أعطيتني درجته أنت أفدتني بفائدة وجزاك الله خير، لكن سؤالي يقف عند أو الجواب يقف عند بيان وجود الحديث في كتب الحديث فقط. الذي أريد أن أصل إليه أن بيان الدرجة ليست جزءاً لا ينفك من التخريج، لا، فالتخريج علم مستقل وبيان الدرجة علم مستقل. وهذا الذي قلنا لكم أن بعض المعاصرين يزيد في التعريف قيد بيان درجة الحديث، والواقع أن هذا الأمر غير داخل في حقيقة التخريج وماهية عند أهل الاختصاص. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول أن أهل الاختصاص كالعراقي وابن حجر الذين تصدوا للتخريج لم يلتزموا إيش؟ بيان الدرجة في كل حديث، يذكرونهم لكن لم يلتزموا بيان الدرجة في كل حديث. أن بيان درجة الحديث ثمرة التخريج، والثمرة والفائدة لا تذكر في الحدود يا إخوان، لا تذكر في الحد. يعني عندما أريد أن أعرف شيئا لا أذكر في التعريف ولا أذكر في الحد ثمرته وفائدته، لا، الثمرة نتيجة لماذا؟ لهذا الأمر، فلا يذكر في التعريف، فلا يذكر في التعريف. كما قالوا في تعريف المتواتر مثلا، مراه جمع كثير عن مثلهم تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى الحس، هذا تعريف المتواتر. بعضهم أضاف في التعريف ماذا؟ وأفاد العلم القطعي،
وتعقب بماذا؟ بأن إفادة العلم القطعي هذه نتيجة التواتر وفائدة التواتر، والنتيجة والفائدة لا تذكر ضمن التعريف. ولذلك تعريف المتواتر المشهور ما هو؟ ما رواه جمع كثير عن مثلهم، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه للحس فقط، ولم نذكر الثمرة في ماذا؟ في التعريف. ثالثا، أن التخريج له فوائد عديدة وأغراض مختلفة، منها الوقوف على مصدر الحديث. قد يأتي لي شخص يقول أنا لا أريد الدرجة، أنا أريد هذا الحديث في أي كتاب، من خرجه؟ فهو الدرجة يعني يقول أمرها يعني أبحث عنها فيما بعد، لكن هل هو في الترمذي أو في أبي داود؟ يعني أنا أريد فقط مكان وجود الحديث. قد يكون من فوائد التخريج أيضا معرفة فقه الحديث من خلال تبويبات الأئمة. من فوائد التخريج معرفة غريبة، فنقول لماذا لم يذكر إيش معرفة فقه الحديث في التعريف؟ لماذا لم نقل في التعريف؟ لماذا لم نذكر في التعريف ماذا؟ معرفة درجته وفقهه ونحو ذلك. إذا كانت المسألة مسألة ذكر الفوائد والأغراض في التخريج، إذن الأولى والأصح أن نقول في تعريف التخريج ماذا؟ عزو الأحاديث إلى مصادرها الأصلية، ولا نضيف هذا القيد وبيان درجته عند الحاجة كما أضاف بعض المعاصرين لما ذكرت لكم. ولذلك يا أخوان، ولأجل ما تقدم، جرى العمل عند أهل الاختصاص في الدراسة النظامية في الجامعات على الفصل بين هذين العلمين. ففي الجامعات في الأقسام المتخصصة تجد مادة مستقلة اسمها تخريج الحديث، وتجد مادة أخرى مستقلة اسمها دراسة الإسناد. في تخريج الحديث الطلاب الذين يدرسون تخريج الحديث في الدراسة النظامية، ولعل بعضكم قد درس ذلك، لا يدرسون شيئا من درجة الحديث. أسألكم بالله، شيء يذكر في التعريف وأساسي ثم أثناء الدراسة لا يدرسونه، ما الفائدة؟ والمفروض أن الدراسة تكون على مقتضى شرح للتعريف، فهم في الدراسة في التخريج لا يتعرضون إلى معرفة درجة الحديث، وفي دراسة الإسناد يتكلمون عن معرفة درجة الحديث. الذي أريد أن أصل إليه وأؤكد عليه أن التخريج ومعرفة درجة الحديث أو دراسة الحديث هذان علمان مستقلان منفصلان، وأن التخريج، أعيد وأكرر حتى لا يقع الخلط عند البعض، أن التخريج هو عزو الحديث إلى مصدره، وبيان درجة الحديث هو الحكم عليه. أنا أقول ذلك لأني أسأل بعض الطلبة عندنا في الكلية في كلية الشريعة، أو يأتيني يسأل ويقول إيش أريد تخريج هذا الحديث، ينصرف ذهني إلى أنه يريد إيش ماذا؟ يريد مكان وجوده. فقل له عند الترمذي، عند أبو داود، إذا بالطالب يريد إيش؟ يريد درجة الحديث، لا يريد إيش؟ تخريج الحديث. فالدرجة شيء والتخريج شيء آخر، يعني ينبغي أن نفصل بينهما، وإن كانت الدرجة كما قلت لكم هي أعلى ثمار وأعلى فوائد تخريج الحديث. طيب، خامسا، فوائد وأغراض تخريج الحديث. تخريج الحديث أخوان له فوائد عديدة وأغراض متنوعة. من أهم فوائده وأجل مقاصده ماذا؟ معرفة درجة الحديث هي أعلاها. والغالب على من يخرج أنه يريد أن يصل إلى درجة الحديث، يريد أن يصل إلى درجة الحديث. مثلا واحد يسأل عن المقولة المشهورة الحرب خدعة، يتناقلها الناس بينهم أصبحت كالمثل السائر، فيريد أن يعرف إيش درجة هذا الحديث. لا تستطيع أن تعرف درجته إلا بالتخريج، دون التخريج لا تستطيع. فبالتخريج نعرف مكان وجوده، ونعرف أن هذا حديث أو إيش هو، أنه حديث ولا حكمة هذا من الحكم، ها؟
أو أثر. ما هو الحرب خدعة؟ حديث صحيح. أنتم تحدثون من كتبكم كلكم يا أخوان الآن. حديث صحيح في الصحيحين، مخرج في الصحيحين، وإن كان المشهور المتداول عند البعض أنه حكمة من الحكم، ولا شك أنه من أعظم الحكم، لكنه حكمة صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، معرفة فقه الحديث، وذلك عن طريق النظر في تبويب أئمة الحديث عليه، أو حكاية مذاهب العلماء فيه كما يصنع الإمام الترمذي. أيضا من فوائد التخريج يا إخوان معرفة الفقه، ومعرفة فقه الحديث تأتي من إيش؟ من التبويبات التي يذكرها الأئمة، ويعتني بذلك كثيرا كثيرا الإمام البخاري في صحيحه. فالبخاري في صحيحه أحيانا يخرج الحديث في 30 موطن، في كل موطن يبوب بابا مختلفا عن الباب الآخر. وسمعت الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه في بيته يقول: أنا إذا أردت أن أشرح حديثا في صحيح البخاري أجمع الأبواب المتفرقة في الصحيح وأجعلها شرح لهذا الحديث، وتكفيني في شرح الحديث. وصحيح هذا يا إخوان، عندما تجمع لك تقريبا 20 باب، وكل باب عبارة عن مسألة فقهية. ومن الذي استنبط هذه المسألة؟ الإمام البخاري، تجعلها كشرح للحديث. إذن من فوائد التخريج، ومن أجل فوائد التخريج، معرفة فقه الحديث. فقه الحديث تأتي من جهتين: الجهة الأولى التبويب، والجهة الثانية بعض الأئمة يذكر إيش؟ يذكر خلاف العلماء بعد الحديث، كما يصنع الإمام الترمذي، كما يصنع الإمام الترمذي في سننه، يذكر يحكي خلاف العلماء. ولا بأس أن نذكر فائدة لعل أول من أظهرها ونبه عليها الإمام الترمذي. الإمام الترمذي في سننه بوب باباً، باب وضع اليدين على الصدر، وأورد حديث وائل بن حجر، والحديث هذا حديث مشهور لكنه متكلم في بعض ألفاظه، من الألفاظ التي تكلم فيها إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه اليمنى على اليسرى على صدره. الترمذي لما ساق هذا الحديث وتكلم عليه بكلام يسير حكى خلاف أهل العلم، قال وذهب، معنى عبارة الترمذي، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن المصلي يقبض اليمنى على اليسرى. هو يتكلم عن إيش الآن؟ القبض، زين. ثم انتهى من المسألة الأولى، جاء المسألة الثانية، وش المسألة الثانية؟ ثم قال ورأوا أنه يضعها على صدر تحت سرته أو فوق سرته، ورأوا أن ذلك واسع، أو كل ذلك واسع عندهم. يقصد أن الخلاف الذي وقع بين الأئمة، الخلاف المشهور فيش؟ في القبض من عدمه، فالجمهور على القبض، كما نعلم الإمام مالك على خلاف ذلك. أما مكانه لأنه لم يثبت فيه حديث، قال الترمذي في سننه، استفدناها هذا الفقه من كلام الترمذي، قال يضعها فوق السرة أو تحت السرة، كل ذلك واسع عندهم، ذكره الترمذي لأنه لم يثبت فيه حديث. وقد ذكر ذلك الإمام أحمد قبله في المسائل، سئل كما في مسائل عبد الله ومسائل صالح وغيرها من المسائل، سئل عن هذه المسألة في مواطن متعددة ويقول الأمر واسع. لماذا؟ لأنه لم يثبت فيه حديث. وكذلك أشار إلى ذلك ابن المنذر في الأوسط. المقصود استفدنا الفقه من إيش؟ من كلام الترمذي على الحديث. من فوائد التخريج أيضا الوقوف على كلام الأئمة في نقد الرجال ونقد الحديث، وهذا يقع كثيرا عند الإمام الترمذي أيضا،
تجده يتكلم، وقد قام جملة من المعاصرين بجمع كلام الأئمة داخل، فقام بعض المعاصرين باستخراج كلام أبي داود من سننه، كلامه على الحديث وعلى الرجال. فأبو داود يتكلم في نقد الأحاديث ويتكلم في نقد الرجال. جاء بعض الباحثين المعاصرين استخرج هذا في مصنف مفرد، واستخرج أيضا كلام النسائي وكلام الترمذي، ودرست هذه في رسائل علمية. من فوائد التخريج تقوية الحديث، فقد يكون الحديث ضعيفا، فبالتخريج تعرف أن للحديث طرق أخرى يتقوى بها، وقد يكون حسنا ويرتقي إيش للصحيح لغيره. ومن فوائد التخريج معرفة الخلل الواقع في الأسانيد نتيجة التصحيف والتحريف. فكم مرة تصحفت عن إلى بن، أو تصحفت بن إلى عن، ثم أنت إذا خرجت الحديث تجد أن في المصادر الأخرى تجد أنه إيش، أن الحديث موجود إيش، موجود على الصواب. ولذلك الذين يعتنون بالسنة ويعني يدرسون يعني يعملون في الرسائل الماجستير والدكتوراه قد يعتمد على مصدر كثير التحريف والتصحيف. مثلا لا يوجد طبعة فيه واحدة وحيدة مصحفة ومحرفة، كمستدرك الحاكم مثلا يوجد فيه كثير من التصحيف والتحريف وسقط الأسانيد. فبالتخريج إذا خرجنا الحديث من مصادر أخرى نعرف إيش السقط والتصحيف الواقع في أسانيد الحاكم، فتصبح الكتب الأخرى كالتصحيح لك لهذا الإسناد الذي وقع فيه خلل. أيضا من فوائد التخريج تحديد من لم يحدد من رجال إسناد، فقد يأتيك الراوي بكنيته ونحو ذلك فيتحدد في رواية أخرى. من فوائد التخريج أيضا تعيين المبهم وتمييز المهمل. المبهم هو الذي لم يسمى، حدثني، كان يقول الراوي حدثني رجل، هذا مبهم. والمهمل الذي ذكر ولم يتميز عن غيره، يذكر باسمه الأول مثلا محمد ولا يتميز، يوجد أكثر من محمد في هذه الطبقة، هذا يسمى مهمل. تخرج الحديث يقول لك محمد بن فلان في المصادر الأخرى. وكذلك أيضا المبهم يتميز، كذلك الوقوف على التصريح بالسماع في رواية المدلسين أو تمييز رواية المختلطين. الخلاصة يا إخوان أن فوائد التخريج كثيرة عديدة، هذه أشهرها. وعرفنا من خلال ما تقدم أنه لا، ليس كما يظنه البعض أنه لا يوجد فائدة للتخريج إلا فقط الوقوف على درجة الحديث. لا، الوقوف على درجة الحديث هي لا شك أنها إيش أجل فوائد التخريج، لكن عندنا في فوائد عديدة ومهمة أيضا تقدم ذكرها والإشارة إليها. الآن عندنا يا أخوان كما تلاحظون في هذه المشجرة مجمل طرق التخريج، سنأخذها إجمالا ثم ندخل فيها بتفصيل يناسب الوقت. طرق التخريج خمسة كما أمامكم الآن. الطريق الأول من طرق التخريج الحديث عن طريق الراوي الأعلى، والمقصود بالراوي الأعلى صحابي الحديث أو من دونه. الطريق الثاني من طرق تخريج الحديث عن طريق موضوع الحديث، المعنى العام للحديث. الحديث هذا هل هو في الصلاة أو في الطهارة أو في الزكاة أو في الأدب، هذا المعنى العام، يعني فتذهب إلى حديث الصلاة أو حديث الطهارة. الثالثة مطلع الحديث، مقصود أول لفظة في الحديث أو أوائل الحديث. والكتب المختصة أمامكم في كل طريقة، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله مفصلا. الرابعة عن طريق اللفظة الغريبة، تأتي للفظة غريبة في الحديث فتخرج الحديث بواسطتها. الطريق الخامسة وصف الحديث، يصح الطريق ويصح الطريقة. وصف الحديث، مقصود بوصف الحديث أن الحديث قد يكون له صفة في إسناده أو في متنه. الصفة في إسناده كأن يكون الحديث مرسلا أو مسلسلا، والصفة في متنه كأن يكون الحديث قدسيا
أو متواتراً أو موضوعاً، وسيأتي الكلام عليه. بعض المعاصرين من الباحثين يقسم هذه الطرق، يقسمها تقسيم آخر كما هو أمامكم الآن. يقول طرق التخريج يمكن أن نقسمها إلى قسمين: بواسطة الإسناد وبواسطة المتن. بواسطة الإسناد الراوي الأعلى ووصف الحديث، وإن كان وصف الحديث يدخل في الثنتين. وبواسطة المتن عن طريق موضوع الحديث وجزء من الحديث. موضوع الحديث معروف تقدم، وجزء من الحديث ينقسم إلى قسمين: أول الحديث ولفظ غريبة في الحديث. كما تلاحظون هذا التقسيم، أيهما أسهل، هذا والذي قبله؟ ها ها، لا، أيهما أسهل وأقرب إلى عدم التشويش؟ ها، الأول. أنا ذكرت لكم الثاني لأنه الآن يا أخوان جرت يعني تقريبا استقر الأمر في الدراسة النظامية في غالب كليات الحديث والسنة على الطريقة الثانية، وإن كانت في الحقيقة هي تشوش. هي المسألة مسألة تقسيم يا أخوان، ولذلك الأولى البقاء على التقسيم الأول، لأن التقسيم الأول الذي ذكرته لكم غالب من صنف في التخريج ممن تقدم في هذا العصر، الذين صنفوا في التخريج قبل 20 سنة أو 30 سنة مشوا على الطريقة الأولى، سرد الطرق هكذا. جاء بعض المعاصرين فقال هذه الطرق لو تأملناها بعضها في السند وبعضها في المتن، الذي في المتن ينقسم إلى قسمين وهذا القسم ينقسم إلى قسمين. ففي هذا يعني وإن كان زيادة تقسيم لكن فيه تشويش، وجرى العمل والدراسة على الطريقة الثانية، لكن أنا تركت الطريقة الثانية، يعني تركت ذكرها الآن وأن يكون الشرح عليها لما فيها من نوع تشويش، وأن نبقى على الطريقة الأولى لوضوحها. ذكرت ذلك فقط للإفادة ولبيان أن جملة من المعاصرين يسلك المسلك الثاني في طرق تقسيم طرق التخريج. نأتي للطريقة الأولى وهي التخريج بواسطة الراوي الأعلى. يعتمد التخريج بواسطة هذه الطريقة على معرفة الراوي الأعلى. يعني لو جاءك شخص وقال لك أبيك تخرج لي حديث الحرب خدعة، أنا سمعته بس ما أدري هو حديث أو لا، هل تستطيع أن تخرج بواسطة هذه الطريقة؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يعطيك صحابي الحديث. فالأمر المهم في هذه الطريقة أن يكون بين يديك الراوي الأعلى، الصحابي أو من دونه. لماذا نقول أو من دونه؟ لأنه الحديث قد يكون مرسل، قد يرويه الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب أن يكون الراوي الأعلى هو الصحابي. إذن يعتمد التخريج بهذه الطريقة على معرفة الراوي الأعلى. وإذا جاءك حديث بالمعنى، جاءك عام يقال أبي تخريج حديث مثلا أن الجنة ما يدخلها نمام أو شيء كذا، لا تستطيع التخريج بهذه الطريقة لأنك لم تعرف الصحابي. والراوي الأعلى كما قلت لكم قد يكون صحابيا وهو الغالب، وقد يكون تابعيا فيكون الحديث مرسلا، أو من دونه فيكون الحديث معضلا. فإذا لم تقف على الراوي الأعلى فانتقل إلى الطريقة الأخرى. أبرز مزايا هذه الطريقة الوصول للحديث ولو لم نقف إلا على جزء منه. يعني مثلا جاءك شخص قال أبو هريرة رضي الله عنه يروي حديث في الحوالة، تستطيع أن تخرج بهذه الطريقة؟ تستطيع، لأنك إيش؟ الآن عرفت الراوي الأعلى. هذه أبرز المزايا التي نخرج بها عن طريق أبرز مزايا هذه الطريقة. أبرز المعاقب صعوبة البحث بها في المسانيد في أحاديث الصحابة المكثرين. هل ستبحث في مسند الإمام أحمد على حديث حديث أبي هريرة في الحوالة؟ تقريبا 5000 حديث أو قريب من ذلك، تقلب حتى تقف؟ لا. متى يكون التخريج بهذه الطريقة يا إخوان سهلا ومتيسرا؟
إذا كان إيش الصحابي نسميه إيش مقل، أما الصحابي المكثر فستتعب في البحث، والأحسن لك أن تنتقل لطريقة أخرى، لأنه يلزم منك أن تقلب صفحة صفحة وتقرأ، وأنت أحيانا مع التعب والإعياء قد يفوتك الحديث. فهذه أبرز المآخذ. ما هي الكتب المختصة في التخريج بهذه الطريقة؟ إذا قلنا أنها عن طريق الراوي الأعلى معروفة يا إخوة، أشهر إيش؟ المسانيد، لأن المسانيد مرتبة على إيش؟ على أسماء الصحابة. فإذا جاءك حديث تريد أن تخرج بهذه الطريقة تذهب للمسانيد، تذهب للمسانيد. أيضا في كتب أخرى تسمى كتب الأطراف، وكتب الأطراف تقريبا مثل كتب المسانيد من حيث الترتيب، رتبت الحديث على أطراف الصحابة على مسانيد الصحابة، وتذكر طرف الحديث ثم تذكر جميع أسانيد الحديث عن الصحابي هذا. ومن أشهر كتب الأطراف كتاب تحفة الأشراف للحافظ المزي، لكن أبرز الطرق وأشهرها كما قلت لكم كتب المسانيد. طيب يا إخوان، نأتي للطريقة الثانية من طرق التخريج. طبعا بعد أن نذكر هذه الطرق سنذكر لكم أمرا يعني قد يكون فيه مفاجأة، طبعا في الطرق ليس في الجواز، في الطرق. الطريقة الثانية من طرق التخريج، التخريج بواسطة موضوع الحديث. موضوع ماذا نقصد بموضوع الحديث؟ فقه الحديث، المعنى العام في الحديث. يعتمد التخريج بهذه الطريقة على معرفة موضوع الحديث وتحديده، وموضوع الحديث قد يكون ظاهرا بينا لكل من يطالعه، كحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لو قلت لك خرج لي هذا الحديث من سنن الترمذي، ستذهب إلى كتاب الطهارة إيش وتفتح الفهرس وتبحث في إيش باب إيش، أعطني باب خاص، باب التسمية على الوضوء يعني، وهو الغالب على مواضيع الحديث أن تكون ظاهرة. لكن أحيانا قد يكون موضوع الحديث فيه خفاء، قد يكون موضوع الحديث فيه خفاء، خاصة عند الإمام البخاري قد يخرج حديثا لحاجته لفقه في الحديث، يخرجه في موطن قد تغفل أنه يريد الموطن الذي قصد التخريج فيه. التخريج بهذه الطريقة أبرز المزايا يا إخوان، سهولة الوصول للحديث مجرد معرفة معناه، ولو لم نقف على لفظه أو راويه. وهذا هو الغالب، أن يأتيك الشخص يقول لك والله في حديث في التسمية أن اللي ما يسمي أنه ما له وضوء أو كذا، ما يعطيك الحديث، يعطيك الحديث بالمعنى. في حديث أن اللي ما يسمي ما يقبل منه الوضوء، فأنت مالك إلا إيش؟ اقتنصت الآن من هذا إيش؟ اقتنصت المعنى، فتذهب إلى إيش؟ كتاب الطهارة في سنن الترمذي، سنن أبي داود، مثلا سنن النسائي، وتنظر في الأبواب هل هنالك باب في التسمية، تقف على حديثه. إذا من مزايا هذه الطريقة أنك قد لا تقف على لفظ الحديث ولا على راوي الحديث، وتخرج الحديث بسهولة بواسطته. من أبرز المآخذ تعدد الموضوعات في بعض الأحاديث، وصعوبة تحديد الموضوع في بعضها، وصعوبة تحديد الموضوع في بعضها. يعني مثل بني الإسلام على خمس، وإن كان ظاهرا تجد البخاري يخرجه في مواضع خمسة أو أكثر بحسب الأركان الخمسة. أيضا عدم إلمام البعض بعناوين بعض الكتب وترتيبها، مثال ذلك عنون الإمام مالك في الموطأ لكتاب الديات بكتاب العقول. يعني شخص جاءه حديث في الديات وأراد أن يبحث عن هذا الحديث في موطأ مالك، فبحث في الموطأ لم يجد في موطأ مالك كتابا إيش في الديات، يقول الحديث ليس في الموطأ، وهو لم يعرف أن مالكا جعل كتاب العقول ويقصد به كتاب الديات. ومعروف لماذا تسمى الدية بهذا الاسم، لأنهم كانوا في السابق يؤدون الدية بالإبل، وكانوا يعقلون الإبل عند يعني باب المجني عليه، لأجل هذا سميت بهذا الاسم. كذلك أيضا في الترتيب يا إخوان، في الترتيب أول كتاب من المعروف يا إخوان أن
كتب الحديث والفقه، أول كتاب يذكر في الأبواب الفقهية ما هو؟ كتاب الطهارة، هذا المعروف المشهور في الأبواب الفقهية. دعك من إمام بدأ بكتاب الإيمان، لا أنا بالأبواب الفقهية. نجد أن الإمام مالك بدأ بماذا؟ كتاب وقوت الصلاة، أول كتاب، ثم بعد أول كتاب في الأبواب الفقهية، ثم بعده ذكر إيش؟ كتاب الطهارة. فالذي وهذا عند مالك وعند غيره، يعني أصحاب السنن كذلك، مالك قدم كتاب النكاح على البيوع. فلذلك الذي يريد أن يخرج بهذه الطريقة لا بد أن يكون على دراية بترتيب الموضوعات في كتب السنة، لا بد أن يكون على اطلاع. إذا لم يكن على اطلاع قد يفوته التخريج لأجل عدم معرفته. أبرز الكتب التي يخرج بها بواسطة هذه الطريقة الكتب الحديثية المرتبة على الأبواب، المرتبة على الأبواب، مثل الصحيحين، مثل السنن الأربعة. يعني لا تستطيع أن تخرج بواسطة هذه الطريقة من إيش؟ مسند الإمام أحمد ونحن. وأيضا الكتب المؤلفة في أبواب خاصة، كالمؤلفة في أو المصنفة في باب العلم والإيمان والصلاة، مثل كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام. يعني هذا كتاب مؤلف إيش؟ في أحاديث الطهارة. جاءك حديث أو أثر في الطهارة تذهب إلى كتاب الطهور لأبي عبيد. كتاب الأدب المفرد للبخاري، جاءك حديث في الآداب تذهب لإيش؟ الأدب المفرد للبخاري. ومثل ذلك كتب ابن أبي الدنيا الكثيرة، الأجزاء الحديثية المصنفة في أبواب من العلم. مثلا من الكتب التي صنفها ابن أبي الدنيا كتاب الصبر، مطبوع. جاءك حديث مثلا في يتحدث عن الصبر أو أثر، مباشرة تذهب لكتاب الصبر لابن أبي الدنيا. لكن الأصل أنك تذهب أول شيء للكتب الأصول المرتبة على الأبواب، المرتبة على الأبواب. ومن أشهرها الكتب الستة، من أشهرها الكتب الستة. الطريقة الثالثة من طرق التخريج، التخريج بواسطة مطلع الحديث، ويعتمد التخريج بهذه الطريقة على معرفة أول لفظة في الحديث. يعني لو جاءك شخص يريد منك تخريج حديث كما سبق في المثال السابق، قال لك والله أنا أذكر في حديث أن الذي لا يتوضأ لا يقبل منه الوضوء، هل تستطيع التخريج بهذه الطريقة؟ لا، لابد أن يعطيك الحديث تاما، ولابد أن يكون معك مطلع الحديث. وأي تغيير في مطلع الحديث خلاص بحثك سيؤدي إلى نتيجة خاطئة. فأبرز مزايا هذه الطريقة سهولة البحث عن طريقها، وهي التي كان يتبعها كثير من الباحثين المعاصرين. يعني يذهبون لكتب فهارس الأطراف لأنها سهلة جدا متيسرة، ويفتح ويبحث عن طريقها في كتب فهارس الأطراف، وسرعة الوصول للحديث بواسطتها مقارنة بالطرق الأخرى. التخريج بهذه الطريقة له مآخذ، من أقواها أن أدنى تغيير في مطلع الحديث قد يحول دون الوصول إلى الغرض المقصود. مثلا حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه في سنن الترمذي. لو كان هذا الحديث في سنن الترمذي إذا أتاكم من ترضون دينه، فإنه لو جاء باحث يعني مبتدئ سيبحث في الفهرس في إيش؟ إذا جاءكم ما وجد شيء سيغرق الفهرس، يقول ما وجدت الحديث. والحديث في سنن، طبعا هذا مثال يسير، لكن أحيانا يكون التغيير أكبر من ذلك يا إخوان. والحديث في سنن الترمذي بمطلعه بلفظ آخر. إذن أدنى تغيير في مطلع الحديث، والتغيير في مطلع الحديث وارد يا إخوان، لأن الأحاديث تروى بالمعنى،
وبعض الأئمة يقطع الحديث كالإمام البخاري، فأدنى تغيير في مطلع الحديث خلاص لا تستطيع التخريج بواسطته، أو قد تصل إلى نتيجة يعني ليست صحيحة. المؤلفات المختصة بهذه الطريقة على قسمين في الجملة. القسم الأول كتب الفهارس المعروفة، وكان في السابق أخوان كان الاعتماد يعني قبل 20 و30 سنة كان غالب اعتماد الذين يخرجون الحديث على كتب فهارس الأطراف، وكانت فهارس الأطراف في ذلك الزمن عزيزة جدا، ثم انتشرت واشتهرت، فما من كتاب حديثي ينزل إلا وتجد فهارس الأطراف معه مرفقة تجدها في آخر الكتاب، ضروري يعني من ضروريات طبع الكتاب ونشر الكتاب أن يكون معهم فهرس لأطراف الأحاديث. وكذلك أيضا فهارس الأطراف أفردت في مصنفات مستقلة وهي مفيدة، وبعض الباحثين جمع كتب الزهد وفهرسها كلها في موضع واحد، وبعض الباحثين جمع كتب ابن أبي الدنيا وفهرسها كلها في كتاب واحد. وفيه موسوعة أطراف الحديث المشهورة المعروفة البسيوني زغلول كبيرة، لكن سيأتي الكلام على أنه حصل الاستغناء عنها، سيأتي إن شاء الله فيما بعد الكلام على ذلك. أيضا من الكتب التي يخرج بواسطة كتب التي رتب أصحابها الأحاديث على حروف المعجم، مثل كتاب الجامع الصغير للسيوطي. الجامع الصغير للسيوطي رتبه السيوطي نفسه على الحروف، حروف المعجم. فأنت إذا بحثت عن حديث في الجامع الصغير وأصله الجامع الكبير، الحديث مرتب فيه على حروف المعجم. كذلك المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي مرتبة فيها الأحاديث على حروف الهجاء، فتستطيع أن تبحث بواسطتها ويكون الأمر سهلا. هذه أبرز المؤلفات التي يمكن التخريج بواسطة هذه الطريقة الثالثة. نقف عند هذه الطريقة الثالثة لأجل الوقت الراحة، ونكمل إن شاء الله بعد 10 دقائق إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.